بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البتي فور. عندنا نص كيلو زبدة بدرجة حرارة المطبخ او 3 كوبايات ونص. هنضيف عليها 1.5 كوباية سكر بودر او 200 جرام، وهنضربها بالمضرب الكهرباء على سرعة متوسطة لحد ما الخليط يبقى معانا قوامه زي الكريمة. وخلاص ضربنا الزبدة والسكر حوالي 7 دقايق لحد ما القوام معانا بقى زي الكريمة. بعد كده هنضيف 4 بيضات تدريجي، هنضيف كل بيضة ونضربها لحد ما تختفي، وبعد كده هنضيف البيضة اللي بعديها، ومع اخر بيضة هنضيف نص معلقة صغيرة فانيليا وهنكمل خفق. وخلاص الخليط بقى جاهز معانا. وعندنا 600 جرام دقيق او 4 كوبايات وربع، هنقلب عليهم نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وكل المقادير اللي ضفناها هنستخدم فيها كوبايه بالمقاس ده. وهنضيف الدقيق على خليط الزبده والسكر والبيض وهنقلب كويس. وخلاص كده العجينه بقت جاهزه معانا. بعد كده هنقسم العجينه اللي عندنا نصين، وهنضيف على النص منهم معلقه كبيره ونص كاكاو باودر وهنقلبها كويس، وهتبقى العجينه معانا بالشكل ده. وعلى النص الابيض هنضيف معلقه كبيره ونص دقيق عشان قوام العجينتين يبقى زي بعض، وهنقلب برده كويس. بعد كده هنحط العجينه في كيس الحلواني وهنشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه في صاج نكون دهنينه خفيف بالزيت، وهنسيب مسافه ما بين كل واحده والتانيه، وهنشكل اللي بكاكاو بنفس الشكل والحجم، وهنسخن الفرن على درجه حراره 170 وهندخله على الرف الاوسط. وخلاص كده البوتيفور استوى معانا وهياخد معانا في الفرن حوالي 1/3 ساعة، والافضل عشان البوتيفور يدينا نتيجه ممتازه ويفضل معانا بنفس الشكل اللي عملناه بيه وما يفرش في الفرن، ان احنا بعد ما نشكله نسيبه يرتاح نص ساعه وبعد كده نسويه. وممكن نقدم البوتيفور زي ما هو او نلزق كل 2 مع بعض بمربى او شوكولاته سايحه. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا.